ولمزيد من النقاش حول خارطة الطريق التي أعلنها رئيس وزراء ليبيا المعترف به دوليا عبد الحميد دبيبة للخروج من الأزمة الراهنة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا يا مرحبا دكتور نزار. نبدأ بالخطة التي أعلن عنها دبيبة لتنظيم انتخابات تشريعية قبل نهاية يونيو، كيف تقرأ هذه الخطوة وهل يمكن أن تحتوي الأزمة؟ وأظن أن هذه الخطوة هي مسار آخر، مسار جديد. كان عندنا مسار اتفاق جنيف، ثم بعد ذلك في لحظة من توافق بعض السلطات السياسية والنخب الحاكمة وجدنا أنفسنا أمام مسار آخر اقترعه البرلمان. الآن رئيس الوزراء يريد مسار آخر عبر انتخابات برلمانية، فأظن أن كل مسار جديد الآن هو عبارة عن إعاقة للمشهد. لذلك الآن نحن نحتاج مسار واحد هو اتفاق جنيف نمضي فيه. إعاقة المشهد من سيد نزار؟ من عبد الحميد دبيبة، لأن لا يمكن قبول بمساره ولا يمكن كذلك القبول بمسار مجلس النواب، لأن يعني بمعنى أنك أنت يجب أن تحدد مسار واحد وتمضي فيه. نحن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة الأنكال، يعني اجتمعوا في تونس واجتمعوا في جنيف وأقر ذلك مجلس الأمن، ثم بعد ذلك مجلس النواب ينفض كل ذلك ويقول أنا أريد أن أعمل مسار خاص بي، يرد عبد الحميد بيضة بمسار آخر. إذا نحن ندور في حلقة مفرغة في الواقع، بغض النظر عن النوايا، بغض النظر عن موقف من عبد الحميد بيضة أو موقف مجلس النواب، لكن كبوليسي كسياسة عامة الآن البلد تدور في حلقة مفرغة، لأن كل طرف يعتقد بأن هذه الخارطة قد تكون خارطة عبد الحميد بيضة مثالية، ولكن هل يقبل بها الطرف الآخر؟ لن يقبل بها الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر يعتقد بأنه يملك السلطة التشريعية. عبد الحميد بيبة يعتقد أنه هو يملك السلطة التنفيذية التي جاءت من ملتقى جنيف اللي هي من لجنة الحوار، فكل طرف يدعي الشرعية وكل طرف يملك طرف من الشرعية ويملك طرف من الحل. نعم. لكن تعدد المسارات هذا غير صحيح، لأن كل ما تعدد المسارات كل ما زادت المرحلة الانتقالية، كل ما استغل ذلك مجموعة من شبكات الفساد ومجموعة من العلاقات بالشركات الدولية اللي هي تحاول أن تستغل هذا الفراغ للاستمرار في استنزاف موارد البلد. فلا أظن أن حتى لو كانت مثالية لا أظن أن حد سيقبل بها، إلا في حالة واحدة، بأن يكون كنخبة اقتصادية في المنطقة الغربية مثل عبد الحميد بيبة ومجموعة من رجال أعمال قادر على تحريك الشارع، قادر على أن يثبت للشارع، يثبت للمنطقة الشرقية ولمجلس النواب بأن الشارع في يديه. هنا يمكن أن نقول أن هذه الخارطة يمكن أن تنجح تحت ضغط شعبي كبير، لكن هل يحدث ذلك؟ ممكن، المال يفعل كل شيء. نعم. موضوع آخر يعني أو نقطة أخرى تتعلق بتجديد المبعوثة الأممية لليبيا ستيفاني ويليامز، دعوة جميع الأطراف للتركيز على الانتخابات، ألا يعني ذلك أن بوصلة المجتمع الدولي مع دبيبة برأيك؟ نعم، هو طبعا دبيبة ضمن اتفاق جنيف، لكن بوصلة الانتخابات هي الصواب، هي الرأي الصحيح أن نمضي في مسار واحد كما ذكرت لك. لكن الآن دبيبة يريد، لم يقم بذلك لأنه هو ضمن اتفاق جنيف، بل هو ردا على ما قام به مجلس النواب. لذلك ستيفاني الآن لا تريد أن تفقد حظوتها عند مجلس النواب ولا تريد أن تفقد مجلس الأعلى للدولة. طبعا في حال رفض مجلس الأعلى للدولة التعديل 12 للدستور الذي قام به مجلس النواب ورفض تغيير رئيس الحكومة وأصر على المضي في جنيف، إذا نصف المشكلة انحلت. يظل المشكلة الثانية اللي هي كيف يمكن مواجهة حفتر ومواجهة عقيلة صالح، لأن يعني رواية بأن ما يقوم به فتح بشار الآن هو عبارة عن تمهيد لخليفة حفتر تبدو كل يوم تتضح. اليوم صدر قرار من مصلحة الضرائب بأن حفتر يختلس 500 مليون دينار من أموال الضرائب في المنطقة الشرقية. هذا يعني كيف يمكن التعامل مع شخص بهذه الطريقة والاعتقاد بأنه قد يكون شريك في محاربة الفساد؟ أنت سيد نزار تجيب عن السؤال بسؤال، وهذا من الصعوبة بمكان. يعني إذا كنت تحاول تحليل المشهد بمزيد من الأسئلة، فما بالك بالأطراف التي تدير المشهد السياسي في ليبيا، وهي طبعا بطبيعة الحال لها مصالح مختلفة.
هو سؤال تقريري بأن لا يمكن التعامل مع حفتر إلا كمجرم حرب، هو فقط هذا المقصود، بأن بمعنى أن نمضي في خارطة واحدة، هذه الخارطة فيها مسار سياسي، مسار اقتصادي، مسار عسكري، ونحدد كل وفق اتفاق جنيف دون أن ندخل في مسارات أخرى، دون أن نتحالف مع حفتر، دون أن نجعل حفتر جزء من الحل. حفتر يظل جزء من المشكلة، وحفتر يظل هو العقبة الأساسية وهو مجرم حرب، هذا ما أقصد. وهل هو جزء من الحل باعتقادك؟ ليس جزءا من الحل، بل يجب أن يضغط عليه بشكل كبير حتى يجد أن وجوده كمجرم حرب كزعيم ميليشيا تكلفتها كبيرة، فيضعف موقفه، فيمكن بعد التعامل معه. طيب، عندما يؤكد السيد عبد الحميد الدبيبة على أن تعيين حكومة مؤقتة جديدة قد يثير حربا وفوضى في ليبيا، لماذا الإصرار على إنفاذ حكومة على خلاف مخرجات الصخيرات وفيينا برأيك؟ طبعا هو لو استمر الوضع بهذه الطريقة وأصر فتحي بشاغة على الدخول بعد الإضراب ستكشف حرب، لأن عبد الحميد الدبيبة عنده مجموعات مسلحة وتعتقد بأنها شرعية، وفتحي بشاغة سيأتي بمجموعات مسلحة وعنده كذلك قوة لا بأس بها سيدخل بها لطرابلس، فندخل إلى خانة الانقسام وخانة الصراع العسكري، وهذا ما لا يريده أحد، حتى المجتمع الدولي سيقف بحزم أمام هذا الأمر، لأن هذا أخطر شيء، لأن الأمم المتحدة الآن متهمة بأن لا تفعل شيء في ليبيا وهناك نقص كبير، فلو انقسمت البلاد وعادت إلى الانقسام والصراع فموقف الأمم المتحدة سيكون ضعيف جدا أمام مجلس الأمن، خاصة بالتهديدات المستمرة لستيفاني ويليامز ولمؤسسته. نعم، طيب هل ما زالت الأطراف الخارجية تلعب أدوارها بنفس الطريقة والقوة في لإرباك المشهد في ليبيا، أم أن حدة هذا التدخل قد خفت عن الأول؟ لا لم تخف، يعني هو ما زال المجتمع الدولي غير، يعني هو جزء أساسي أو مشكلة، أحد المشاكل الأساسية في ليبيا هو أن النظام الدولي غير قادر على وضع قواعد والمضي عليها لمسافة طويلة، بمعنى أنه نفس ما يحدث للليبيين من تغيير المسارات كذلك المجتمع الدولي كل ما يجد طرف من الأطراف الليبية لديه الغلبة يبدأ في تغيير مواقفه. اليوم سمعنا مثلا روسيا تتحدث بأن نتمنى أن لن يحدث صراع في ليبيا، خاصة بعد الوزارة الخارجية الليبية قالت بأن يجب أن يخرج قوة الفاغنر، فينتقل الصراع اللي موجود في أوكرانيا إلى محاولة مماحكات ومناكفات في ملفات أخرى. مصر الآن اخترعت هذا المسار الجديد اللي هو فيه بشاغة والتعديل الدستوري دون أن تراعي كافة الاتفاقيات وكافة التوافقات التي حدثت في اتفاق جنيف، فما زالت هذه الأطراف تمارس ما يعرف بالاستراتيجية غير المتماسكة، يعني يكون كل طرف له هدف غير الطرف الآخر مع أنهم يتعاملون مع قضية واحدة، وهذا أربك المشهد الليبي وشعب ليبيا يعني غير قادر على المضي قدما في أي مسار من المسارات، تسمع جعجعة ولا ترى طحينا. ماذا عن بقية الأطراف الإقليمية والمستفيدة من إرباك المشهد الليبي؟ يعني نحن أمام إما أطراف فاعلة تريد أن تفسد المشهد مثل مصر عن طريق مخابراتها، وإما أطراف يعني لها وجود على الأرض ولكنها لا تملك رؤية حقيقية مثل تركيا والجزائر، وهذا طبعا يضعف المشهد لا يجعل هناك تحرك للأمام، لأن ممكن حتى تركيا بدخولها في ليبيا هي الآن قادرة على السيطرة على الوضع على الأرض، لكن لا تريد أن تفرض حل سياسي، وهذا طبعا يريد شريك قوي من القادة السياسيين يدركون حجم الأزمة، وهذا غير موجود في الأطراف السياسية الموجودة الآن على الأرض. نعم، ما الحل الذي تتصوره سيد نزار كريكشلي لهذه الأزمة التي يعني عشنا كثير من الاتفاقيات والمحاولات الدولية والإقليمية لحلها، لكن للأسف الشديد كلما حلت أزمة أو توصلت الأطراف إلى اتفاق نخرج بمشكلة أخرى جديدة؟ وطبعا أي نظام لما يكون يدخل في حلقة مفرغة يصبح كالعاصفة، يعني بمعنى أنه يصعب إيقاف هذه الحلقة المفرغة إما بانفجار من داخلها أو بتدخل خارجي، لكن الآن في الحالة الليبية من ناحية قانونية الصواب هو أن يكون هناك أي مرجعية يمكن أن يستند إليه المشهد ككل، إما أن نعود لجنة الحوار 75 ويصبح جزء منها دستوري، بمعنى أن بمشاركة المحكمة الدستورية وما تقره لجنة 75 يصبح كأن مجلس سيادي أو
دائره تاسيسيه او سلطه تاسيسيه للمشهد الليبي، هنا يصعب على الاطراف التملص من توافقات، التملص من تعهدات. هذا ممكن قد يحل المشكله، بمعنى ان نحتاج الى نقطه بدء قانونيه وليس التوافق السياسي، وهذا طبعا حدث في كافه النزاعات، بمعنى ان الناس تتفق سياسيا وتشعر بانها اصدرت قانون، هو ليس قانون، القانون لابد ان يكون في الزام ولازم يكون في مكافاه ولازم ان يكون في عقوبه، فبالتالي ادخال جانب قانوني في المشهد الليبي قد يكون نقطه بدء. البعض الان يتحدث عن دستور عام 1951 دستور الاستقلال، قد يكون نذهب الى ان نكون هناك قواعد حاكمه بسلطه تاسيسيه من العقلاء ومن الدول الاقليميه ومن المسلمين كافه من الشخصيات الفاعله في العالم الاسلامي، ستكون كانها مرجعيه، لكن بدون وجود هذه المرجعيه سندخل في دائره التوافقات السياسيه التي لا يفي بها احد مع التغيرات المستمره في المشهد. من اسطنبول الباحث والكاتب الليبي الدكتور نزار كريكش، شكرا جزيلا لك.